مساء الفن اللي بجد والابداع اللي بيخطف العقل. احكي حكايه كده سريعه عن ضيفنا اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو. من 10 سنين او اكتر قريت في مجله فنيه متخصصه الكاتب بيتكلم عن ابداعه. قريت جمله كده فيها الخلاصه بتاعت الفن المصري، الممثل المصري والمشاهد المصري. كتب ايه بقى الكاتب؟ قال ان الممثل اللي ما عداش قدام كاميرا يوسف شاهين يبقى ما مثلش، والمشاهد اللي ما عداش اللي ما شافش دراما مجدي ابو عميره يبقى ما شافش فن. ده بجد اللي هو حاصل من ابداعاته والروائع اللي هو قدمها لنا. مخرج متمكن جدا جدا من ادواته، بيعرف يوظف الممثل وامكانياته، لان هو قناعاته الشخصيه ان الدور بينادي صاحبه، ما فيهوش وساطه في الفن. النجوميه عندنا مرتبطه دايما بالنجم اللي هو الممثل بس، لكن لما يجي مخرج في مجال تاني غير اللي هو قدام الكاميرا ويخطف النجوميه من الممثل يبقى يترفع له القبعه وليه الف الف تحيه. لان يقدر يبحر بيك زي ما بيقولوا كده، ياخدك لدنيا تانيه في الدراما بتاعته. ضيفنا اشتغل في السلك الدبلوماسي. بارادته ما كملش في السلك الدبلوماسي الرسمي، لكن قدر ان هو ينجح في السلك او الدبلوماسيه الناعمه اللي هو يكون سفير لمصر والفن المصري في دول كتيره. بنحتار قوي لما بتحب حد وتقدمه ليكم، لانه اعماله وفرض نفسها استمتعنا بكم كبير خالص من اعماله، يمكن 50 مسلسل او اكتر. في مقوله كده بتقول لك ان الدراما المصريه عموما هي ثروه قوميه. اللي يقدر يقدمه المسلسل واحد بس يعادل حوالي 100 كتاب. بحسبة بسيطة كده معانا احنا قاعدين النهاردة قدام 50 ألف كتاب. ليه كل التحية والتقدير والاحترام ملك الدراما المصرية القدير مجدي أبو عميرة. أهالينا كل المشاهدين بيحبوه، بس أهالينا خصوصا في الصعيد بيحبوه قوي قوي، وبيقولوا لك كتر خيرك أبو عميرة وجميلك فوق العين والرأس من شال، لأنه قدر يرجع للشخصية الصعيدية اعتبارها وقيمتها اللي هي أساسا موجودة فيها الاحترام، بعيد للأسف عن النكات أو النكت اللي كانت بتحصل في الأفلام اللي كنا بنسمعها. ده نابع من قناعته الشخصية، لأن أقل وصف ليه أنه هو نجم ومش بعيد على الملك. دايما في طريق لما بنكون معانا فنان وقيمة وقامة بنقول إحنا في حضرة هذا الجميل مجد أبو عميرة. شرفتنا فن. الله يخليك يا استاذ، وانا تقديمه جباره. ده من قلب والله. اشكرك حبيبي بجد والله العظيم. حبيب الكل. ربنا يخليك. وشخصيه فارضه نفسها. الله يخليك. ان شاء الله تعالى يا رب النجاح دايما يكون عنوانك استاذي. ربنا يخليك. انا قلت لحضرتك قبل الهوا كل كروش العمل والمخرج الجميل محمد اشرف مجهز لحضرتك هديه كده، يا رب تقبلها مننا. حابب ان احنا نشوفها الاول ماشي. ونرجع ندردش ونستمتع بيها. أنا عرفت ليه هم سموك الملك، بجد ده حقك والله، أمتعتنا وأدمعتنا، يعني بتعمل كوكتيل جميل كده. فأنا مع احترامي للسكريبت اللي موجود كله زي الفل، حابب يا أستاذي نبدأ بيه بقى. الأول لازم أوجه كل الشكر والتقدير لكل فريق العمل في هذا البرنامج. أوجه الشكر والتقدير للأستاذ محمد أشرف والفريق المعاون له مونتاجا وإعدادا وتقديما على التقرير الجميل ده، وكل شكر وتقدير لكل زملاء الاستاف سواء اللي جوه الاستوديو واللي في الكنترول وكل الناس. يعني ده شرف واضافه وجودك معانا. الله يخليك. وانا قلت لحضرتك كل الناس عامله كل ده بحب. الله يخليك يا استاذ. استاذي حضرتك انت بدات ممثل. حابب نبدا من القصه دي. انا كنت زمان وانا في سنه رابعه ابتدائي بمثل في برامج الاطفال. كان في زمان زي ابله فضيله في الاذاعه ماما سميحه. طبعا. في برامج الأطفال الأول، ثم فجأة كده خدوني في السينما كطفل، يعني فيلم اسمه العقل والمال مع إسماعيل ياسين بيتزاع لغاية دلوقتي، وفيلم طريد الفردوس مع فريد شوقي، وكثير جدا من المسلسلات وأنا طفل. منها مثلا لا تطفئ الشمس إخراج الأستاذ الكبير نور دمرداش رحمة الله عليه، كنت برضو صغير. وانا فاكر لما بقيت مخرج كان معايا الاستاذ صلاح السعداني العمده بيمثل، فكنا في استوديو الاهرام، فجايب معايا تلفزيون صغير كده ترانزستور وقال لي تعالى شوف نفسك وانت طفل. كان بيتذاع على طفل الشمس بيتعاد يعني. وكان معايا بقى نخبه كبيره من الفن الاطفال اللي بيمثلوا في مرحله الطفوله، جزء كبير بيكمل وجزء ما بيكملش. جزء
ده بقى دي قدريا بقى، يعني مثلا اللي بقى دكتور زمان كان معهد الفنون المسرحيه ومعهد السينما بياخد اللي جايب 50%، المجموع الصغير مش ما بيجيبش. انا كنت جايب مجموع كبير فما دخلتش لا معهد الفنون المسرحيه ولا و الاهل بقى واستحضرت المجموع في كده واجتزت امتحان عسير بتعقده وزاره الخارجيه لشغل وظائف ملحقين بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، 4 أيام تحريري في المعلومات العامة وجمهورية مصر العربية والمسائل الإفريقية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، ثم اللي بينجح من التحرير ده يدخل امتحان زي كشف الهيئة كده في 8 سفراء يتوسطهم وزير الدولة للشؤون الخارجية. واجتزت الامتحان وتعينت ملحق دبلوماسي في مبنى الخارجيه اللي في التحرير اللي قصاد جامعه الدول العربيه. بس شوف المفارقه بقى، وانا هناك يخلص الساعه 3 الشغل يعني امشي، كان طبعا الطرق غير كده يعني الدنيا فاضيه، كان الدنيا فاضيه، امشي كده من عند الهيلتون كده على طول كده على التلفزيون، ومش بمثل بقى، وادخل استوديو 2 في التلفزيون المصري وأجد نفسي مشدودا ان اشوف نور الدمرداش العملاق ملك الفيديو وهو بيخرج، وانا كنت اتسحب كده وانا صغير واقعد ابص عليه. وبعدين توالت الاحداث كتيره، لقيت نفسي فجاه بروح التلفزيون سايب يعني بتخلص شغلك ومشدود للعمل الاخر. انا مولود في التلفزيون يعني لدرجه ان رشوان توفيق الفنان الكبير واستاذي ربنا يديله الصحه وطول العمر لما عرف يعني ضاز قال لي معقوله هتسيب الخارجيه صحيح اللي هو بتبقى سفير حلم يا شاب طبعا عشان تبقى طبعا مخرج هو كده جت كده واصريت على ده. و فيها شيء من المجازفة؟ لا هو بس برضه حضرتك في وضعية جميلة جدا ومكان هقول لحضرتك على حاجة انك لسه هتبدأ بعد ما لو كنت مخرج وعملت مثلا سهرة ومحلك سر كنت ابقى متضايق، لكن انا وانا بسافر بقى في سفريات كتير وانا بخرج مسلسلات اما كنت بقابل زبايلي لا هما كانوا يعني انا كنت ان هي وظيفة جميلة فيها ريسبشنات وما فيهاش الشد العصبي بتاع الاخراج، لكن هم برضه كانوا يعني معجبين بمسلسلاتي وكده يعني كان يعني كل حاجة ليها، بس مهم ان الواحد هو عايز ايه. صح. فالموهبة وحب التلفزيون هو اللي طغى على كل الاشياء الاخرى. ما ده اللي بنقوله احنا دايما في طريق في النماذج المحترمه اللي زي حضرتك اللي بنقدمها، بنقول هو يقاس النجاح مش بالمكان اللي وصلت له بقدر الصعاب اللي اتخطيتها. مظبوط. يعني كون ان حضرتك برضه فيها شيء من المجازفه تسيب مكان مرموق وجميل للبدايات لحاجه انت حاببها فده نجاح تاني. طبعا. وانا عايز اقول في الحته دي بالذات كمان تذكرني كلمه فنان الكبير يحيى الفخراني لسه كان الاسبوع اللي قبل اللي فات يعني مثلا أنا كنت كل سنة بعمل مسلسلين لكن لما لقيت النصوص بصراحة يعني لا تروق ليا، هو قال لي كلمة جميلة قوي هو بيطبقها على نفسه، قال لي أنا ما بعملش إلا مسلسل كل 2 أو 3 سنين لأن أنا وأنت كمان يا مجدي ورانا تاريخ خايفين عليه. صحيح. دي كلمة أنا حاططها في دماغي غير ان يكون لسه الدنيا يعني مش فارق معاها حاجه لا تاريخ ولا اسم طبعًا. ولا ساب بصمه كده في حياته. مظبوط. استاذنا جمال حمدان قال كلمه جميله جدا، جغرافيه المكان بتفرض نفسها، الفيوم والجزر الصعيديه. ايوه صح. هي دي اللي خدتنا طبعا خدتنا لسكه تانية خالص، فليك كل التحيه والتقدير من اهالينا في الصعيد طبعا أجدع وانت بس. عامل ده عن قناعه وظاهر على الشاشه. مظبوط. طيب المسلسلات الصعيديه انت حضرتك عملتها كان في بالك انك تغير الصوره النمطيه اللي متاخده عن الصعيد؟ طبعا. ولا هو النص طبيعي والدراما الصعيديه فرضه نفسها؟ لا لو كان جالي مسلسل صعيدي بيناقش قضيه الطار قطعا ما كنتش هعمله لانه قتل بحثا في الدراما الصعيديه. صحيح. انا طبعا جذوري من الفيوم، وحتى كنت وانا في الجامعه بروح الغيط بحب اذاكر قبل الامتحان شهر كده اجازه
بمشي في الغيط اقعد اذاكر الغيط بتاعتنا يعني اللي هي الارض الزراعيه يعني. لكن انا اول لقاء بيني وبين كاتبنا الكبير محمد صفاء عامر كان مسلسل ذئاب الجبل. لقيت فيه قضيه جميله قوي، قضيه التنوير وكيف ان العلم يستطيع ان يحطم العادات والتقاليد الباليه في الصعيد الجواني. وشفت ملمح جميل في شخصيه الشيخ بدار اللي أداها باقتدار حمدي فنان كبير حمدي غيث، وقضيه الصراع بين ورده والبدر اخوها. ويعني مسلسل انا فاكر المسلسل ده شاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي لما قرا الورق قال لي يا مجدي المسلسل ده هيخلي الناس تقعد على المصطبة في الصعيد وتجيب التلفزيونات بره المصطبة ويقعدوا يتفرجوا عليه. انتوا عملتوا سيوله مروريه ملهاش حل، ملهاش حل. مش هتتكرر تاني. لكن لازم اقول كلمه في البدايه وانا بدخل على مسلسلات الصعيد، ان يحسب مش ليا، لمحمد صفاء عامر اولا، انه اعاد للشخصيه الصعيديه هيبتها بعد ان كانت مسار للسخريه في الافلام السينمائيه. صحيح. القديمه. صحيح. وكان كل حاجه نقط يقولها الصعيده كذا. لا، احنا شفنا هذه الشخصيه الصعيديه سواء البدري بدار او رفيع بيه في الضوء الشارد او زكريا ابو العمده في الفرار من الحب بما تحمله من فروسيه ونبل، لدرجه استاذ انا عايز اقول لك احنا طبعا المسلسلات دي عملت ضجه جباره. كانوا بيعملوا لنا يعني احتفاليات وندوات في اللاينز والروتري، ودول مجتمع راقي قوي. اما واحده تطلع بنت من احدى بنت احدى السيدات تقول انا نفسي اتجوز واحد زي البدري بدار، يبقى كده احنا نجحنا. صح. ده اقول لحضرتك على حاجه سمعتها من الفنان احمد عبد العزيز. كان في احد اللقاءات بسبب السيوله المروريه اللي عملها ذئاب الجبل. اولا هو كان تقريبا من 7 لـ 8، تمام، فكانت البلد كلها فاضيه. فقال ان كان الاول مثلا ايه فلان اتوفى العزا كذا. ايوه انا كان فيها للساده المشاهدين ان لو حد اتوفى دايما بيقولوا فلان الفلان اتوفى عليه رحمه الله والدفن بعد العشاء. ايوه صح. دلوقتي لا، كان يقول لك ايه فلان الفلان اتوفى والدفن بعد المسلسل. ايوه صح. نستمتع برضه بالمشهد الجميل بتاع ذئاب الجبل والمشهد الاخير اللي هو فيه الخلاصه. أيوة. اللي هو لقاء او عايز الخص، عايز اقول حاجه قبل ما نشوف المشهد ده. اتفضل. ولا اقوله بعد ما نشوف؟ لا اتفضل براحتك. اتفضل. ذئاب الجبل حصلت دراما جوه المسلسل غير الدراما اللي جواها، دراما حياتيه. ان دور الوان ابو البكري كان بيعمله فنانه كبير صلاح قبيل، وصور 18 مشهد وتوفي. استبدلته بالفنان الكبير عبد الله غيث. صور 3/4 المسلسل وتوفي ايضا. ما هو لا ده كان صراع. فانا كنت في حيره، انا مش هقدر اجيب حد ثالث. صحيح. فانا والاستاذ الابنودي والاستاذ صفاء قعدنا نعمل حيل عشان ساعات نستخدم مشاهد دوبلير. دوبلير ان هو حد يلبس مكان الاستاذ عبد الله غيث بظهره ويبان. لكن كان النهايه هي الـ 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 المشكل في الفينال. فالاستاذ الابنودي حب يلخص، قلت له انا عايز غنوه مخصوص، مش تتر ولا بتاع، لا غنوه تقول مورال المسلسل. فكتب ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. على كل ظالم. نشوف المشهد الجميل ده اللي هزنا جوه. استاذ يعني ده اقل حاجه ممكن اعملها. بس انا استشعرت حاجه في المسلسل ده، مش عارف يعني صح ولا غلط، ان هو في صراع وفي سباق، تحس ان كله بيدور على كله. صح. طبعا. يعني البدر بدار بيدور على اخته عشان يثبت براءته، والظابط بيثبت حاله. ووالدهم كان بيثبت حاله. طبعًا. وهي يعني الصراع ده انت عشان تطلعه بالصوره الجميله دي يبقى يعني ليك الف تحيه. صح. الله يخليك. النهايه الطبيعيه بتاعته كانت ايه بقى؟ النهايه الطبيعيه ده حضرتك تحيلت عليه. لكن الطبيعيه كانت على فكره إيه؟ والمشهد ده خلى الناس كلها تبكي. طبعا. يعني مش انا تحيلت عليه. بس في النهايه طلع بالصوره الجميله دي. صحيح. هي النهايه الطبيعيه ان كان علوان ابو البكري بيرجع البلد
وبيجي له رصاصه طائشه، وكان يعني البلد كلها هي اللي قتلته، مش بنشوف مين اللي ضربه، رمزيه كده. صحيح. فللاسف ما اتصورش. جميل. هو 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 مسلسل الحظ، ولكن كانت بدايته كلها ضغوط طبعا، وفقدنا لا ومعاناه ومعاناه. المسلسل ده انا قعدت فيه سنه كمان، وفي معاناه تاني على المستوى الشخصي، عشان تعرف ان حضرتك احنا متابعين ومن زمان مش دلوقتي. صح. كان اول يوم تصوير ايه اللي حصل لك؟ ايوه. دي بقى من حبايبنا بقى. أيوة. ايه اللي حصل لحضرتك اول يوم تصوير؟ والله حاجتين. كان اول كان في كان خالي توفى عليه رحمه، وكان برضه وقعت. ايوه. انا متصور صوره، كل ده متجبس. وشوف بقى يعني الالتزام، ان اليوم ده كان اول يوم تصوير. مفركشتش، رايح برضو رايح بالكده متصور على فكره. يعني وانا بس بخرج بس دي كلها، وقعدت 15 يوم. ما هو ده الالتزام، وعلشان كده الملك، ودايما ان شاء الله تعالى مستمر في النجاح. ربنا يخليك يا استاذ طه، ربنا يخليك. انا هعمل حاجه كده عشان خاطر حضرتك زاخر بالاحداث والكلام كتير خالص في الكواليس في كذا مكان، فهستثمر وجود حضرتك معايا، فهخطف كده من كل يعني بستان زهره. تمام. نروح للضوء الشارد. ايوه. ده حدوته تانية خالص. هو بيتزحنا في مصر الزراعيه. تمام. ودي جماهيريه كبيره ومن زمان. اختيار ممدوح عبد العليم ده قصه تانية. ايوه. يعني انت جايب صعيدي يعني ملونه وبتاع وبيتعاكس. ربنا يكرمك يا ريس. لا هو قصة يعني بتبين ملخص ان المخرج ازاي يختار الدور، يختار الممثل دون اي ضغوط عليه. انا كل تقديري وحبي لاحمد عبد العزيز، يعني اشتغل معايا في مسلسلاتي. هو كان في ذئاب الجبل معايا. لما جيت اعمل الضوء الشارد ما اقدرش اجيب احمد، لان هيبقى في تكرار. فجبت ممدوح عبد العليم. فكل الناس قعدوا في الكواليس يعني ازاي ده واحد، في واحد صعيدي عينيه خضراء. قلت لهم ايوه في صعيده حلوه، في هو الله اكبر على حضرتك اهو يعني وسلم علينا اهو. وبعدين اصريت كمان اجيب اخوه محمد رياض برضو عينيه خضراء. واصريت اجيب محمد رياض كمان رغم ان هو بيموت في الحلقه ال 18، بس عشان يبقى شخصيه محبوبه للجمهور، ولما فارس العزيز يموت يحصل برضو حزن على الشخصيه وعلى اللي بيمثل الشخصيه. وتحديت بالحكايه دي. ومع ذلك ممدوح عبد العليم عمل الدور بحرفيه شديده واقتدار، ابدع وكل التفاصيل اللي انا كنت بحلم بيها عملها. والضوء الشارد ليه ذكرى جميله معايا برضو. ذئاب الجبل خد سنه، الضوء الشارد اتعمل في 3 اشهر. عارف كان شكل سلس سلاسه غير عاديه. ولما جينا بعد ما اتذاع المسلسل ونجح، واقول اتذاع ازاي ونجح ازاي، بس قصدي بعد كده جه مهرجان الاذاعه والتلفزيون، وكان قدامه مسلسلات لنجوم كبار جدا ومشهورين جدا. حصد الذهبيه تأليفا وإخراجا وإنتاجا. الله. عن كل المسلسلات دي. أجي بقى في الإذاعة. أما جينا طبعا زمان أستاذ كان الكل يتسابق على رمضان إنه يتذاع، لا في رمضان لا في التلفزيون المصري. يقول لك أنا هذيع في القناة الأولى ولا القناة الثانية. لو ذاع في أي حاجة ثانية لا هو عايز ال فأنا كانت رئيسة التلفزيون في ذلك الوقت قالت أنا ما بحبش مسلسلات العمم والصعيدة بنفس التعبير. دي وقعة شهيرة يعني. فودوا المسلسل عند قناة اسمها النيل الدولية. احدى القنوات المتخصصة. فأنا زعلت. فكلمت السيدة سناء منصور وهي شاهدة عيان على ذلك. كانت رئيسة نايل تي في. قلت لها لا أنا مش عايز أذيعه، حضرتك خليه شيلوه من عندك. قالت لي يا مجدي إزاي بس؟ طب اصبر هتشوف هيعمل إيه. وإذا بالضوء الشارد في رمضان يحظى على قناة النيل الدولية دي تحظى بنسبة طبعا مشاهدة جبارة بعد الحلقة الثالثة أو الرابعة. فأنا صحيح. بقول ضوء الشارد رغم أن أنا عملته في مدة قصيرة لكنه من أفضل مسلسلاتي. ده حقيقي. ودايما زي ما احنا قلنا برضو أن الدراما المصرية دي ثروة قومية. تمام.
فكانت بداية حضرتك ذئاب الجبل في 93، بس كان لحضرتك الإمام الطبري قبلها. كان الإمام الطبري مسلسل برضو كويس حركة أستاذة، تاريخي ديني ونجحت فيه جدا. لقيت كل المؤلفين جايبين لي مسلسلات تاريخية، فقلت، وأنا كان أساتذتي واشتغلت مع مساعد مخرج أحمد طنطاوي رحمة الله عليه ورحمة توفيق، رحمة الله، وكانوا أساتذة في المسلسلات التاريخية، فأنا خفت لأحسن محمد رسول الله بأجزاءها وكعب المسلسل، فأنا قلت لأحسن تمسك فيا تلزق فيا الحكاية دي، فرفضت كل المسلسلات التاريخية بعد الإمام الطبري. وسعيت إن أنا أخرج المال والبنون، اللي هو شهادة التعارف بيني وبين الجمهور، لأن بصراحة شديدة الجمهور بيلاقي نفسه في الدراما الاجتماعية. يعني صحيح. كل أفراد الأسرة ما يتفرجوا على مسلسل كل واحد بيتخيل نفسه أحد شخوص هذه الرواية. نروح برضو لدراما تانية على لها قدر من الشعبية، اللي هي الدراما المخابراتية. عملت الصفحة؟ الصفحة، ولكن دايما في تصريحاتك بتشيد برأفة الهجان. طبعا هو العملية مش فكرة تصنيف من رقم واحد، ولكن رأفة الهجان خدنا الحالة كده تمام، وبشهادة حضرتك. يعني ليه ما فكرتش تعيد بقى تاني الدراما المخابراتية رغم ان هي مليانة احداث اولا انا كان ليا شرف التعامل في ملف من ملفات المخابرات العامة، وعلى فكرة هو ناس منتهى الرقي في التعامل والاحترام والحب لمصر. فانا بعد جلسات كثيرة واستقر الامر على مسلسل الصفحة، كنت مرعوب وانا بعمله لاني حاطط عيني على الهجان. يعني رغم عبقرية الدموع في عينيها، يظل رأفة الهجان هو المسلسل الاول. صح. من وجهة نظري. فعملت الصفحة وتعبت فيه جدا، ولاني كنت حاطط عيني على انه هو كان فيه لازم تدقيق جدا في كل المسلسل بيناقش فترة من فترات اليهود في 48، فلازم مفيش عربية تبقى حديثة، مفيش لبس يبقى، يعني كنت مدقق جدا وعملته ونجح الصفحة جدا. بس طبعا بكل صراحة نجاح لا يرقى إلى مستوى رأفة الهجان. من جمال رأفة الهجان لجمال الصفحة، نروح نشوف حاجة كده من المسلسل، المشهد الجميل اللي محضره لنا المخرج، نشوفه ونعمل كومنت بسيط عشان ما نعدهوش. تمام. أنا ما عنديش تعليق غير اللي قاله محمود درويش شاعر الكبير، قال لك في جملة كده لذيذة عجباني، قال لك أعادوا إلينا المقاهي القديمة فمن سيعيد لنا الرفاق. صح. مين بقى اللي هيرجع لنا المسلسلات الجميلة دي والحاجات الحلوة؟ الله. فين بقى حضرتك قلت إن المسلسلات الكبرى غائبة حتى إشعار آخر، ليه بقى؟ طبعا في البدء كانت الكلمة، الورق. الورق أهم حاجة. للأسف هناك أزمة ورق، وهناك اختراع دخيل على الدراما المصرية، مش أمريكا، جواب أمريكا، النظام الورش، إن 5-4-5 يقعدوا يعملوا مشاهد ويبقى ده مسلسل. لا، ضد ده حضرتك. التأليف وجهة نظر واحدة. وسام أنور عكاشة الله يرحمه ما كانش حد بيقعد يكتب معاه، ولا محمد جلال عبد القوي ربنا يديله الصحة، محدش حد يكتب معاه، ولا يسر الجندي. لا، التأليف رؤية واحدة، رؤية واحدة. فالنص القوي قليل قوي اليومين دول. وإلا عايز أقول لحضرتك الحاجة، أنا طبعا من أخرجت يعني لسه عامل السنة اللي قبل فاتت، لكن أنا بتكلم في بصراحة شديدة، الجمهور فاكر المسلسلات القديمة ومش فاكر المسلسلات الحديثة. ولو مشيت في الشارع كده يعني قليل قوي، لكن الناس فاكرة الحلمية ورأفة الهجان وبوابة الحلواني والشهد والدموع لغاية دلوقتي. قال احد النقاد الفنيين، قال ان الابيض والاسود هو مش تحت شرط الابيض والاسود، هو اسقاطه في الكلام. يعني ان هو اللي باقي ومحفوظ، اما الالوان فهي باهته، يعني خلاص بقى الحاجه اللي بتفرقع شويه وبتمشي دي. مظبوط. طب ما في طرح تاني يا استاذي بيقول ان هي مع ازمه الورق ذوق المشاهد فعلا اتغير، ولا هي ازمه انتاج ودخول يعني الدوله رفعت ايدها شويه؟ الدوله رفعت ايدها بشكل، انا بصراحه شديده قلتها في ندوة في الأهرام، إن الدولة من 2011
مفيش فلوس في القطاعات اللي بنمر بيها في الانتاج في اتحاد الاذاعه والتلفزيون سواء في مدينه الانتاج الاعلامي وقطاع الانتاج او صوت القاهره. فبالتالي الدوله رفعت ايديها والمنتج الخاص هو المسيطر حاليا. طبعا المنتج معذور، هو مش عايز يعمل مسلسل. يعني هقول لحضرتك استاذ حاجه اساسيه في رمضان. اين المسلسل الديني؟ رمضان شهر الايمان وشهر التقوى والمغفره، وكان المسلسل الديني هو العنوان، عنوان دراما رمضان. وانا اشتغلت مساعد مخرج في محمد رسول الله والازهر الشريف، و المنتج الخاص ما يقدرش يعمل مسلسل ديني، ما يقدرش على تكاليفه. وبالتالي كان احد اهم حاجه الدوله بتعملها هي اول حاجه في خطه رمضان يبقى في مسلسل ديني. وفي كمان عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد، يعني كل الحاجات دي اتعملت تاريخي او ديني. طبعا دلوقتي اختفى ده من على الساحه، ودي سقطه في 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 رمضان ان احنا ما نشوفش اخلاقيات رمضان مسلسل ديني. ده احد الاساسيات. كمان المسلسلات اللي ناقصه، اختفى انك تزرع روح الانتماء لدى الشباب. هو رأفت الهجان ايه؟ صحيح. رأفت الهجان هذا البطل القومي اللي عنده انتماء لمصر، ده رسالة خطيرة جدا جدا. اختفت هذه المسلسلات برضه. ليه؟ لان مفيش استراتيجية معينة، مفيش سياسة معينة ان احنا نعمل حاجة عشان توجيه الشباب لهدف معين. لكن لا، للأسف يعني، وأنا قلتها في الأهرام إن قد يكون هذا أنا مش بقول له مؤامرة ولا بتاع، بس يعني مخطط لطمس الهوية المصرية وتدمير العقل المصري. ما هو ده هياخدني لسؤال تاني. طب المسلسلات اللي هي المدبلجة اللي هي دلوقتي باللهجة السورية وش معنى باللهجة السورية؟ طب ما هي انا كنت اسال حاجه قريبه من كده. ليه ما تبقاش بلهجتنا؟ ما هو ده بقى هي اللي انا بقول عليه. استكمال صحيح. هي يعني هو انا مش عايز اعيب في ناس، لكن لا، في حرب على على مصر بجد والله. ربنا ينصر مصر ويحفظها باذن الله ان شاء الله تعالى. الدراما غلبت السياسه؟ الدراما زي ما انا زي ما حضرتك قلت في البدايه انك نحن نعيش عصر الاميه الثقافيه، يعني مفيش قرايه دلوقتي. فاذا اردت ان تطرح موضوع بدل ما تطرحه في كتاب طلعه في مسلسل هيعمل تاثير قوي. فلا ده الدراما مؤثره جدا، الاعلام بشكل عام مؤثر جدا جدا وبيغلب السياسه. طب لو جالك عمل ضد قناعاتك مش هعمله. مش هتعمله. هي مش هي اصلا هي مش لقمه عيش. لا هي ده قناعه انا عايز اقول لك على حاجه بتطلع. هي لو لقمه عيش الحمد لله. طبعا احنا بنرد على ناس اللي تقول لك لا انا مالي. لا لا انا هقول لحضرتك على حاجه، لا حيله في الرزق ولا شفاعه في الموت. انا يعني جالي مسلسل للاسف يعني معمول بره واتعمل له اعاده يعني تدوير يعني مش بالمعنى بس لا يعني مصر ك باللهجه المصريه لانتاجه، يعني مش مدبلج لا يعني عشان نعمله. ولقيت فيه كم كبير من الحاجات التي لا تناسب الاسره المصريه. اصلا التلفزيون غير السينما. السينما حضرتك بتخش بمحض ارادتك تروح تقطع تذكره، لكن التلفزيون بيقتحم عليك البيوت. لكن لما الاقي انا في مسلسل في زنا المحارم وفي علاقات مشبوهه بين داخل لا يمكن اعمله. يبقى لينا واقفه هنا بقى. طبعا صح. لا انا كمجدي مش هعمله. اي حد بقى تاني يعمله. يشيل بقى وزره لا ده انا زي ما انا دايما كنت بقول انا ضد الرقابه على فكره حتى من زمان وانا في بداياتي. لكن انا بقول ان المبدع لابد ان يكون رقيب على ما يقدمه. يعني انا مثلا وانا بعمل مسلسل انا كمجدي كمخرج اقول لا المشهد ده مش هعمله. لكن ممكن الرقابه تقول لي لا شيل المشهد ده، شيل الجمله دي، اقول لها لا، لان انا لو انا مقتنع بيها وبنزلها زي ما انا عايز.
وكذلك كان يفعل كثير من المخرجين وكثير من المؤلفين الكبار. ولسه بندور في فلك القناعات والسياسة، المال والبنون كان فيه إسقاطات سياسية. حابب احنا نشوف برضو مشهد يعني مخرجنا جمالها جايزولنا، بس كان فيه جملة كده تخض اتقالت كده بنفس النص اللي هي على لسان يوسف شعبان. ملعون أبو الاشتراكية علي بدح علي بدح. ده كلام كبير يعني. انا المسلسل ده جالي تقرير رقابة واحنا على الهواء في رمضان، وقالوا يحذف الجملة دي، اصل هي بارزة وظاهرة. وانا والاستاذ محمد جلاب قوي اصرينا ان احنا ما نحذفهاش، واتذاعت الجملة زي ما هي. لان انا قناعاتي ما ده اللي بنقوله. ان انا هو ليه؟ طب ما في حاجات كتيرة. طبعا، ولان احنا خدنا المواقف دي، واستاذ اسامة يعني استاذنا في الحتة دي كمان كان بيقف بالمرصاد، اتغير المفهوم بعد كده، بدليل ان انا عملت مسلسل اسمه جحا المصري كان يحمل اسقاطات سياسيه جباره. والرقابه ما قدرتش تمنع فيه حاجه. ما ينفعش يقيم وقامه مشرفنا في في في, في طريق النهارده غير ما اسالك السؤال واضح ومباشر كده وصريح. توصيفك للمشهد الدراما المصريه عامل ازاي؟ دلوقتي يعني؟ دلوقتي يا فندم. في مسلسلات قليله جدا كويسه لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، لكن في مسلسلات سيئة جدا وتسيء للأسرة المصرية ومليئة بالدعارة والبلطجة والمخدرات والسكاكين والسواطير والحاجات دي. ده مش موجود، وحتى لو موجود في نسبة 10% أو 5% في مصر ما ينفعش نظهرها للمجتمع كله كده. لا صحيح، يعني احنا مش كده دايما. اصل في طرح يقول لك ايه، اصل ده الواقع وبنجسده. هو مش الواقع، مش كده. هو الناس، الشعب المصري شعب طيب وعظيم. صحيح. والسيده المصريه مش سيده محترمه جدا، لكن ما جيش على 5% كده موجودين في المجتمع واللي بيتفرجوا علينا في العالم العربي او في اي حته. والله بنسمعها يا استاذي ساعات يقولوا يعني دول مصريات كده. لا كذا او الرجاله خمود، او دايما بيطلع رجل الاعمال اللي هو سكير وبتاع ودايما لازم يحب السكرتيره ويتجوزها. لا ولا حد. والعنف والعنف. وفي 5 مسكين مسدسات. صحيح. ازاي يعني؟ عارف نستمتع كده بالمال والبنون حاجه منه عشان نشوف. طيب. ماشي. ايه الابداع ده يا معالي السفير؟ سفير وملك فعلا. اروح للقصرات اللي ما ينفعش نعديه كده خالص، لان حضرتك خدته من زاويه فيها رقي وجمال وشياكه وابداع بعيد عن الابتذال والاسفاف والعري، وعلى الرغم ان الموضوع كله بيتكلم على 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 قضيه شائكه يعني بتاع جواز القصرات، فطبيعي هيبقى فيه مفردات. صح. رخمه شويه، بس عشان تاخدها بالجمال ده يبقى تحيه ليك يعني. الله يخليك يا استاذ. تعبك القصرات ولا مشيت؟ لا بالعكس، جميل، انا بعتز بيه جدا. القصرات مسلسل زواج القصرات منتشر بشكل كبير في قرى من قرى مصر، سواء في الفلاحين او الصعيد. صحيح. وايضا في الدول العربيه بشكل واضح يعني. انا لما اتطرحت القضيه دي قدامي المؤلفه الكبيره سماحه الحريري، كانت عملت معايا قبل كده الحياه والسراب، وشافت في مجلس الشعب واحدة ست طلعت قالت البنت لما تتدور تتجوز. أنا كنت قاصد اختياري للعمدة صلاح السعداني أن شخص ملامحه يعني تجاههم الشديد ويتجوز بنات، وكنت ممكن أجيب مثلا بنات مثلا 18 سنة يبقى مفيش مسلسل. يبقى واحد كبير يتجوز واحدة صغيرة. كنت قاصد أجيب أطفال اللي هو من عرفة وليلى أحمد زاهر وملك أحمد زاهر ومي الغيتي وحنان عادل. بنات كلهم 14 13، وقضية في غاية الخطورة، ولازم نلقي الضوء في الآخر. حتى أنا قلت إن لازم عملت كده يعني، لازم الدولة تتحرك عشان تمنع المصيبة دي، لأنه للأسف الشديد يتم تزويجهم للكبار في السن الغني تحت ضغط الفقر والحاجة. صحيح. و انت كده مش بتقدم له عروسة، انت بتقدم له ضحية. ضحية. ايوه صحيح. والمسلسل كان صرخة يعني. صرخة
عشان نحط الضوء على هز ناس كتير وفوق ناس كتير، واللي ما كانش واخد باله خد باله ان هو بيعمل كارثه. تمام. يعني طول ما انت ما عملتش ظبط على حاجه فما تلومش بقى الناس انها تتمادى فيها يعني. والشجاعه كمان ان المسلسل ده اتعمل في عصر الاخوان. يعني صحيح. كمان اللي هو يعني انت بتعمل مسلسل، واللي هي في مجلس الشعب دي كانت نايبه من نواب الاخوان اللي قالت كده، وجات سماحة الحريري هي اللي فجرت القضيه بصراحه. صحيح. يعني ماما نونا دي وراها كلام بقى. اسكت انا بقى. مسلسل يتربى في عزه الكاتب الكبير يوسف معاطي. يوسف معاطي تجمعه يعني والدته الله يرحمها، يعني بيحب والدته، وكان عامل زمان برنامج اسمه الست دي امي. كتب المسلسل بعبقريه شديده، وفنانه جميل يحيى الفخراني عملوا بشكل عمل دور بشكل رائع، والنجمه الكبيره رحمه الله عليها كريم مختار. طب نشوف وندخل في ميلو الدراما دي الجميله. لما يكون صنع العمل نفسه اكيد لها طعم تاني يعني. انت خضتنا. خضنا بجد المشهد. تعرف استاذي احساسي انك انت بتجسد ابعد من فكره الام الحنينه والواد المدلل. انا كشايف كمشاهد برضه وارد اكون خطا، ان ماما نونا مصر. مصر طبعا. وحماده عزه. مظبوط. احنا المصريين. مظبوط. الحنان والاحتواء. صح. مع الدلال والرغبه في الاسره. صح صح صح. تمام. يعني بدليل ان انا حتى ايمن بهجت قمر في التتر يعني كاتب انتخو انتخو في تتر النهايه. وجاتنا 67 خيبه. ما فيها اسقاطه. ايوه. النكسه. طبعا المشهد ده يعني لو مخرج تاني اسهل يعني. طبعا انا تراجيت كريم المختار الله يرحمه، كان ممكن اجيب حد نايم كده واغطيه ويتعمل المشهد، لكن اصريت رغم قسوه المشهد ان هي ست، هي كانت تعبانه وانها تبقى عامله تحتفظ بهدوءها ده وبرده يحيى عمله بشكل رائع. رائع. كمان في مشهد في نفس الحلقه دي كان مشهد البليله، انه هو بعد ما هو العيال البطن بتاعه مش مصدق انها ماتت، فبيقول للراجل هات بليله، وهو عنده سكر وبياكل بنهم شديد، وبتنزل غنوه من فيلم تمر حني، تمر حني بتاع نعيم عكف. كلمات الاغنيه وهو بياكل البليله والدموع بتنزل، مشهد عبقري يعني. ده محفور في ذاكره كل حد، مشهد ما ينفعش يعني علامه. لا والمسلسل ده المسلسل كله احنا عملنا الاول ايه؟ دخلنا كوميدي لايت، حاجات ايوه خفيفة. حاجات خفيفه كده، الناس افتكرت انه حاجه يعني حاجات خفيفه كده لايت. وبعدين عملها دخلنا في القضيه بقى. وبيع البتاع والقصر والبتاع والسي دي لا يعني شخصيه حابب انك انت تجسدها وتشتغلها يعني، لسه ما اشتغلتهاش. تاريخيه سياسيه. انا كان نفسي اعمل بصراحه مسلسل. هو ليه عظمة مسلسل أم كلثوم؟ الأجيال الجديدة ما تعرفش مين هي أم كلثوم. للأسف. مسلسل أم كلثوم قدر يعرف الأجيال الجديدة من هي أم كلثوم. وكذلك أنا السيرة الذاتية، لكن أنا نفسي بقى أطرح مش سيرة ذاتية، لا موضوع غاية في الأهمية. هو عبور 73. إحنا للأسف الشديد الجيل الجديد ما يعرفش حرب 73. وكيف استعاد المصريون كرامتهم. بعد نكسة 67. أنا كان نفسي إن الدراما تتطرق للموضوع ده. صحيح. لأن السينما كان مقصرة يعني، السينما اتعملت حوالي 7 أفلام. الرصاصة لا تزال في جيبي، والحاجات دي كلها اللي هي أنتجت ساعتها وبتتذاع على طول في المناسبة دي. صحيح. لكن كان نفسي يبقى في مسلسل. لكن أكيد مش هيبقى يعني الظروف وإنتاج الفيلم مش هيبقى بعمق وقوة وجراءة المسلسل على مدار الفترة. طبعا المسلسل يعني يؤرخ لهذه الفترة الجبارة، ويعني يبدأ من حرب الاستنزاف للعبور. فده أنا أتمنى ده يبقى موجود. هو بدايته مسك واختمه مسك، إن حضرتك بتتكلم على مصر والنصر يا رب المصر.
اضافه وشرف جديد اضاف النهارده لطريقي. الله يخليك. وجود حضرتك ده انا اللي سعيد جدا جدا والله. خدنا جرعه ثقافه وطنيه من هذا الجميل المحترم. ان شاء الله تعالى النجاح يا رب يكون عنوانه. وزي ما جبت ممدوح عبد العليم الوسيم الجميل، شرفنا النهارده طريقي المخرج الجميل الله يخليك. لا ده شرف ليا. الابتسامه كده عنوانه حبيب الكل. ربنا يخليك يا استاذ. تحياتي ليك وتحياتي برضو بكررها تاني كل صعايده مصر طبعا بيقولوا لك ناس. شكرا يا ابو عمير. ربنا يخليك حبيبي. شكرا. مشاهدينا خلصت حلقه النهارده، زي ما قلت خدنا جرعه ثقافه ووطنيه، استمتعنا بكواليس اعمال عشناها وعايشه جوانا. ان شاء الله تعالى النجاح للقدير المحترم الملك مجدي ابو عميره. شرفنا النهارده في طريقي. شكرا الجميل بلمساته الفنيه المخرج المتالق محمد اشرف. وزي ما تنبأ لك الاستاذ مجدي ابو عميره، ان شاء الله النجاح هيكون عنوانك باذن الله. تحياتي للقدير وهديته الحلوه الاستاذ مدحت محي الدين رئيس تحرير برنامج. اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع نجم جديد. شرفنا في طريقي. تصبحوا على خير.